اهلا وسهلا فيكم اصدقائي المشاهدين بفقره جديده من فقراتي. اليوم بفقرتي رح احكي عن الموز. الموز هو احد اهم المحاصيل الفواكه انتشارا ويسمى بنانه. الخواص الطبيه لنبات الموز: معزز لعمليه الهضم، مقلل من تهيج قرحه المعده، مخلص من التدخين، مقوي للعظام، وواقي من الربو. الأمراض التي يعالجها نبات الموز: 1 السمنة، 2 الإسهال والإمساك والاكتئاب، 3 حموضة المعدة، 4 الحروق والجروح. اليوم حكيت لكم بفقرتي عن الموز وحكيت لكم عنها معلومات كتير، وبهيك بتكون خلصت فقرتي لليوم. استنوني السبت الجاي بفقرة جديدة ومعلومات جديدة. مع السلامة.